بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله مشاهدي قناة الزهراء الفضائية، وها نحن وإياكم في حلقة جديدة من دروس كربلاء. اليوم سنكون مع الرفق والشفق الحسيني، ومع مجموعة من الصفات المهمة والدروس التي يمكن أن نأخذها ونجعل منها دساتير عمل يومي في تعاملاتنا مع الناس. طبعا الرفق والرأفة والشفقة والرحمة صفات تلازمت وكانت ملازمة لأهل البيت سلام الله عليهم. كانوا يرأفون حتى على أعدائهم، فما البال على أقاربهم، وما البال على أصحابهم ومتبعيهم. هذا الكلام وهذه الوقفة عليها كلام. نكون وإياكم في كلام على الرأفة والشفقة الحسيني، أو عن هذا الموضوع، مع سماحة الشيخ مهدي الطرفي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مولاي. نسأل الله لكم كل توفيق وسلام. سلامكم الله، إن شاء الله بارك الله فيكم. هذه الحلقة إن شاء الله ستأخذ أكثر من محور. إن شاء الله. المحور الأول هو عن موضوع الرأفة والشفقة الحسينية. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى بن قاسم محمد. اللهم صل وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. طبعا الرفق والشفقة مولانا والحنان صفة من صفات المؤمنين، صفة من صفات المؤمنين هي الرفق والشفقة. ما يضد الشفقة والرفق اللي هو قساوة القلب، مرة واحد عنده شفقة ومرة واحد عنده قساوة قلب. قساوة القلب رواية عن رسول الله، الله إذا أراد أن يبغض أحدا جعل قلبه قاسيا، قلوبهم بل رانة، لا الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم، أقسى من الحجر وأشد قسوة. نعم، أشد قسوة. أكو بعض الناس مولانا الله سبحانه وتعالى يجعل قلوبهم قاسية بل أشد من قسوة الحجارة. فهي قساوة القلب مولانا، النوع من النقم الإلهي التي يلقيها الله سبحانه وتعالى على قلبي إنسان، على قلب إنسان بغيض عادة هيك مولانا. فالشفقة من علائم الإيمان، بعض العوامل تأتي بالشفقة وبعض العوامل تأتي بالقساوة. العوامل التي تأتي بالشفقة مولانا العزيز كثرة البكاء، البكاء يأتي بالشفقة، يأتي بالحنان، يأتي بالرفق، هاي واحد. الثانية مولانا الأكرم بر الوالدين. الثالثة الجلوس مع الفقراء، يأتي بالشفق والرفق. بعد مولانا الأكرم صلة الأرحام، مسح اليد على اليتامى، الصدقة، هذه تأتي بالرفق والحنان. بالعكس أكو بعض الموارد تأتي بالقساوة، قساوة القلب. مثل ماذا؟ الذنوب والمعاصي. يعني سبحان الله، كل جانب نوراني ضده الجانب، نعم، الذنوب والمعاصي. يعني مولاي الذنوب والمعاصي تأتي بالقساوة. الثاني كثرة الضحك، الضحك من غير سبب، كثرة الضحك تأتي بقساوة القلب، هاي اثنين. الثالث كثرة الطعام، واحد يأكل وايد، ولهذا الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول إياكم والبطنة، البطنة يعني كثرة الطعام، فإنها مقساة للقلب. هذا اللي يأكل وايد مثل معاوية بن أبي سفيان لعنة الله عليه. مولانا معاوية هل قد كان يأكل؟ عنده فد بطن كبيرة، بحيث إذا أراد أن يجلس يقول المؤرخون كان يقعد، يجلس، يضع بطنه على فخذه، خليها تش بطن عنده ما شاء الله، الله. زين لعنة الله عليه. وكان يأكل هذا ما شاء الشيطان. فهذا كان يخلو له مولانا طعام، من باب الكناية كانت طبعا، يخلو له طعام مولانا، لا يدع أحدا يأكل معه، يأكل ويوصفون كرم بني أمية، وين كرم بني أمية مولانا؟ يأكل ويأكل 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 ويأكل، يقولهم ارفعوه شيلوه، قالوا لا شبعت أيها الأمير، يقولهم لا، ولكن فكي قد ملتا. هاي الفك مولاي يعني حلقة مل، أسنانه ملا تعبا، يعني كان كثير النهم، كثير الطعام. كثرة الطعام
إياكم والبطنة فإنها مقساة للقلب ومفسدة للجسم ومكسلة المن مولانا للصلاة. زين، بعد كثرة المنام، كل وقت مطفح بالنوم مولانا حقيقة. يعني الإنسان مولاي الأكرم، الإنسان نفرض يعيش 60 سنة، 60 سنة قسمين ليل ونهار، بالليل نايم وبالنهار قاعد مستيقظ، يعني ايش قد عايش؟ 30 سنة. إن قلنا على أن في النهار مستيقظ، أكو بعض الناس حتى بالنهار نايم، يعني عايش بالدنيا 10 سنين، الباقي كله نايم حقيقة يعني. زين، فكثرة المنام يأتي بقساوة القلب. بعد كثرة الكلام، يحكي وايد، يدردم، يتكلم كلام لاغ وزائد، كلام زائد. يعني أكو عبارة للإمام دائما أقرأها، كاتبة في لافتة كبيرة مولاي، مخليها ببالي بذهني، هاي اللافتة داخل دائما أخليها قاعدة إلي. يقول من تكلم، مولاي كلش حلوة هذه، من تكلم فيما لا يعنيه، كلام لغو زايد ما يرتبط بالكلام، من تكلم فيما لا يعنيه يسمع ما لا يرضيه، يسمع شيء اللي يمكن يألمه. كثرة الطعام، كثرة الكلام، كثرة المنام، كثرة الضحك مولانا، هذا كله. الجلوس مع الأغنياء، وين ما وين وين مولانا قاعد وياه، الجلوس مع الأغنياء أيضا يأتي بقساوة القلب. وعدة من الموارد بعد، عدم ذكر الله أيضا يأتي بقساوة القلب. الإمام الحسين قمة الإيمان، الإمام الحسين والأئمة صلوات الله عليهم قمة الإيمان، قمة الزهد والتقوى، فهم قمة الرفق والحنان والشفقة. فالإمام الحسين عليه السلام كان يرفق حتى على أعدائه، كما ذكرنا في الحلقة الماضية، حتى على أعدائه كان يرفق الإمام سلام الله عليه. يقف يوم عاشوراء فيبكي، يقولوا له أتبكي خوفا من الموت يا ابن فاطمة؟ يقول لهم أنا لا أرهب الموت وأنا ابن خواض المنايا، إنما أبكي عليكم ستدخلون النار بسببي. فإذا رفق الحسين، شفقة الحسين مولاي. مثال ثاني ونختم قضية الشفقة إن شاء الله، طبعا الأمر بيدكم بارك الله فيكم، أنتم متفضلين عليه، سلمكم الله إن شاء الله مولانا. فالحر بن يزيد الرياحي لما التقى مع الحسين عليه السلام في الطريق، التقى مع الحسين كان عطشا وكان أصحابه عطاشا كلهم، الإمام ماذا صنع؟ شوف الإمام يعلم بأنهم سيمنعون الماء منه لولا، يعلم الإمام طبعا أكيد، على اعتبار يعني أن لديه علم ما كان وما يكون من بأمر الله تعالى. بارك الله فيكم، يعني بالواسطة، فكان يعلم الإمام راح يمنع من الماء، وهؤلاء الذين يمنعوه الماء، يقول سقاهم ماء ورشف الخيل ترشيفة، قال اسقوهم ماء ورشفوا الخيل ترشيفة. شوفوا الحنان، رشفوا الخيل يعني شنو مولانا؟ يعني شرب الماء وتبريد الخيل، تشرب ماء ترتوي، وهم قتله، وهم قتله لقتله، وهم الذين منعوا الحسين عليه السلام، ومنعوا الماء من الحسين ومن عيال الحسين عليه السلام. شوف الشفقة وشوف الحنان للحسين صلوات الله وسلامه عليه. هاي نماذج من حنان الحسين ومن رفق الحسين وشفقة الحسين عليه السلام. الوفاء عند الإمام الحسين سلام الله عليه، عند أصحابه، يعني قد يتجلى هذا المفهوم في مصداق هو أبي الفضل سلام الله عليه. صح، الوفاء هو الحسين، الحسين هو الوفاء. مرة نحن نقول علي عادل، مرة شو نقول؟ نقول علي عدل. يعني شنو؟ يعني كل العدالة هو علي. إذا أردت أن تنظر إلى العدالة فانظر إلى علي بن أبي طالب سلام الله. مرة تقول علي بن أبي طالب أو الحسين وفي صاحب وفاء، ومرة تقول لا الوفاء هو الحسين. الوفاء مولاي تجلى في كربلاء، من جملتها أسمى مثال للوفاء وفاء الأخ لأخيه، وفاء بالفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه. لما نزل إلى المشرع كما ذكرنا في أحد الحلقات مولاي 3 أيام أو 7 أيام على رأي، يعني أرباب المقاتل يجيبون رأيين، فأبو الفضل العباس ينزل إلى المشرعة ويضع يده في الماء ويريد أن يشرب، لكن يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أو تكوني هذا الحسين وارد المنوني وتشربين بارد المعين. يلقي الماء على الماء وضرب أسمى نماذج الأخوة والوفاء، ورجع ومات وقتل عطشانا بأبي وأمي هو. هذا المثال الأول للوفاء. المثال الثاني للوفاء،
مولانا ليلة أو يوم عاشوراء بعد قتل الحسين عليه السلام وزعوا المياه بأمر عمر بن سعد على الأطفال، قالهم وزعوا الماء على النساء والأطفال. تعرف جابوا الماء لطفلة للحسين، قالوا لها اشربي، قالت أنا لا أشرب. أعطوا الثاني، أعطوا الثالث، أعطوا الرابع مولانا، من مكان إلى مكان، ما شربت الأطفال لأنهم رأوا الحسين قتل عطشانا. شوف الوفاء، هاي اثنين، الله هاي الثالثة، الله هذه الثالثة مولانا، قتلوا الحسين. خل إخواننا وأخواتنا الكريمات يسمعون الآن، شوفوا مولانا مظلومية مع وفاء، قتلوا الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ثم أحرقوا الخيام على عيال الحسين. لا إله إلا الله. لما أحرقوا الخيام مولاي فرت النساء إلى البيداء، أكو طفلة للحسين خرجت، طفلة للحسين مولانا خرجت، لما خرجت رآها عدو من الأعداء تركض بنية صغيرة للحسين أو تركض مولاي، فسألها العدو إلى أين؟ قالت له يا عدو والله إن لنا قبرا في الغريب النجف، أمير المؤمنين سلام الله عليه، صلوات الله عليه، وأريد أن أشكو إليه ما جرى علينا وعلى أبي منكم، فإنه غياث المستغيثين. قالها بني الغريب بعيد، قالت لا إذا الغريب بعيد إذن أسقني شربة من الماء فأنا عطشانة. يقول قال هذا قتل الحسين وهذا هذه المشرعة، يقول جابها وصلها للمشرعة قالها اشربي ماء هذا الماء. يقول جلست مولانا، شوف الوفاء، ابنية عمرها 3-4 سنوات، يقول جلست عند الماء ولم تشرب الماء. قلت له بنية جلست عند الماء ولم تشرب الماء ليش؟ أنت عطشة، أنت عطشانة، إيش خيرك ما شربت الماء؟ يقول نزلت رأسها، أنزلت، قالت كيف أشرب الماء وقد قتل أبي الحسين عطشان. لا حول ولا قوة إلا بالله، سلام الله عليك. شلون مولانا وفاء البنت هذه، شلون أشرب أبوي انحرم منه، شلون أشرب أبوي انحرم منه وانه ينسمع للحرم وانه. حتى نختم هذا الجزء بصوتكم الشجي، بارك الله فيكم، قعدت جلست عند الماء مولاي ولم تشرب بالمثكل. بارك الله فيكم، يقول جلست عند الماء ولم تشرب الماء، فسأل هذا العدو لماذا لم تشرب الماء بنية؟ قل له شلون أشرب أبوي انحرم منه، شلون أشرب أبوي انحرم منه ودنا ونا ينسمع للحرم ونه، شلون أشرب لذيذ الماي حاشا حاشا وأهلي قضوا كلهم عطاش. بارك الله فيكم مولانا الأكرم، أحسنتم وسلمكم الله. إذا فاصل ونعود بعد الفاصل إن شاء الله مع أمرين مهمين ومحورين مهمين في هذه الحلقة، الالتزام وعدم الغدر بالآخر، الالتزام بالعهود والمواثيق وعدم الغدر والخيانة حتى مع الأعداء. إذا سمحت الشيخ وفقكم الله وسدد الله خطاكم وبوركتم بالزهراء سلام الله عليها. مشاهدين الكرام فاصل ونعود إليكم إن شاء الله. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام ودروس كربلاء. سمحت الشيخ حياك الله من جديد، سلمكم الله ان شاء الله. عنوانين مهمين، الالتزام بالعهود والمواثيق من جهه وعدم الغدر والخيانة من جهة أخرى. نعم. تلازما في معركة كان من الممكن أن يكون أحد طرفيها وهو الحق أن يغدر بالآخر أو لا يلتزم بعهد وميثاق فينتصر، هذا الانتصار الدنيوي، لكن الذي يأبى أن يستخدم المعجزة أبى أن يستخدم هذا الأسلوب الدنيوي على اعتبار أن القضية قضية إلهية. صحيح، بارك الله فيكم وبكم أيضا سلمكم الله. بالنسبة إلى المواثيق والالتزام بالعهود، طبعا أهل البيت هي هذه سيرة إسلامية وسيرة إنسانية، يعني هي سيرة الإنسان يحب الالتزام بالعهد، والموفون في سورة البقرة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. إذن الالتزام بالعهد هي حالة إنسانية دينية، فأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم هم أولى بالالتزام بالعهد والمواثيق. ومن جملة ما التزم به الإمام الحسين عليه السلام مع الحر بن يزيد الرياحي،
الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه لما جاء، نحن قبل الفاصل يمكن أشرنا إليها، لما جاء الحسين صلوات الله عليه في الطريق من المدينة المنورة خرج الإمام سلام الله عليه إلى مكة، من مكة كما أشرتم إلى أنه اسقوا بارك الله فيكم خيول ورشفوا الخيل يبردوها. نعم. فأجل في طريق الإمام الحسين جاء الحر بن يزيد الرياحي. نعم سلام الله عليه. التقى الحر بن يزيد الرياحي مع الحسين عليه السلام، فالإمام القضية المعروفة أن الإمام التفت إليه قال له ثكلتك أمك، ارتفت إليه طبعا ثكلتك أمك موشت أي بكت عليك أمك ولا سب، يعني إنما نوع من الدعاء، يعني أهلكك الله بالأحرى، يعني أنت تموت وأمك تبكي عليك، لأن المرأة إذا فقدت ولد ثكلة، إذا فقد الزوج أرملة، واضح مولانا؟ فهذه ثكلة، يعني أنت تموت وأمك تبكي عليك، نوع من الدعاء. فسكت الحر، الحر مؤدب كان غاية في الأدب في يعني مقابل الإمام الحسين عليه السلام، هو من قديم كان مؤدب، من قبل كان مؤدب، لكن كان من أنصار يزيد بن معاوية وكان يأخذ الأموال والأجور من هؤلاء الظلم المتجبرين على الله وعلى خلقه. فسار من بعد ما شرب الماء كذا، فأثر فيه كلام الإمام الحسين، هنا أثر الإمام، هنا زرع محبته في قلب الحر، فالتفت إليه الحر قال له أنا مأمور وأمرني يزيد بن معاوية أن لا أدعك ترجع إلى المدينة ولا إلى الكوفة، وإنما أأخذ بك إلى كربلاء حيث أمرني، فالعهد بيني وبينك والوثيقة بيني وبينك أنك لا ترجع إلى المدينة ولا تذهب إلى الكوفة. فالإمام واعد وعاهد بعهد مع الحر بن يزيد الرياحي أن لا يرجع إلى المدينة المنورة وأن لا يذهب إلى الكوفة بنفس العهد. طلع الحر قدامهم وخرج الإمام خلف الحر بن يزيد الرياحي. في الطريق مولانا بعض أصحاب الإمام أرادوا أن يحرفوا طريق الإمام إلى مكان آخر، قال نحن قد عهدنا إليهم، يعني عهدنا إلى الحر ابن يزيد الرياحي أن نذهب إلى كربلاء ولا نرجع إلى المدينة ولا إلى الكوفة. فوقف الحسين بالرغم أنه يعلم ويعرف أنه سيقتل في كربلاء وتصبى نساؤه في كربلاء، لكن ذهب الإمام صلوات الله وسلامه عليه وتبع الحر حتى وصل إلى كربلاء وفاء بعهده ووثيقته ومواثيقه. فهي دلالة على من؟ على عهد الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. أوفوا بعهدكم في سورة البقرة، حتى في قضية مسلم بن عقيل رضوان الله تعالى عليه سلام الله عليه، مسلم بن عقيل لما كاتبوا الإمام الحسين وعدهم وعاهدهم أنه سيرسل إليهم، هو سيأتي سيذهب إليهم، بعدين تغير الرأي لأنه صار خيانات، فالإمام أراد أن يرسل سفيرا أخا موثقا من قبله ويوزن الحالات والاجتماع اللي كان في الكوفة زين، ثم يتبعه الإمام الحسين عليه السلام. فأرسل مسلم بن عقيل طبق عهده ووثيقته، واضح مولانا؟ فإن هذا عهد للحسين صلوات الله وسلامه عليه ولا ينقضه الحسين عليه السلام. نعم سمعت شيخ. إذن يعني هذا العهد بينتموه، هذا بالنسبة إلى الالتزام بالميثاق والعهد، وطبعا هذا جزء من أجزاء الوفاء وجزء من أجزاء أن الحر كان صحيح النطفة، صحيح طيب النطفة، لكن هناك من انحرف. هناك فقط نقطة، أحب أن كما هو صدركم رحب واسع سلمكم الله لي ولأمثالي، بارك الله فيك. في بعض المواقف مثلا موقف أن الحر لم يرد على الإمام الحسين سلام الله عليه، لم يقل له كرامة لأمه الزهراء، القارئ البسيط يقرأ أن الحر في هذه النقطة مع انحرافه في تلك في ذلك الزمن كان أفضل من الإمام الحسين عليه السلام، مو دلالة على أفضليته على الحسين عليه السلام، بينوا أنه عدم دلالة. نعم مو نعم ليس بدلالة مولانا، يعني أنا فقط يعني أنقل لك الصورة كما أفهمها. نعم أنا أرى الإمام الحسين عليه السلام وهو الإمام المعصوم مفترض الطاعة، جزء من النبي، والنبي قوله وفعله وتقريره وتركه حجة، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أرى أن هذا الإمام كأنما حاشاه أساء الأدب باتجاه نعم. آخر، والآخر لم يسئ الأدب كرامة لأمه الزهراء. نعم مولاي القاعدة، هنا حر وحسين،
من على الحق؟ الحسين. من على الباطل الآن؟ الحر. الحر. الباطل، الباطل لابد أن يتكلم عليه، لكن مولانا مو بسب أو شتم، فهو كان على باطل، والحر كان يعرف بأنه على باطل ويعرف أن الحق مع الحسين عليه السلام. هاي وحدة. ثانيا، أم الحر غير أم الحسين. ثانيا. ثالثا، الحسين معصوم بالعصمة الكبرى ويعرف طبعا ما يقول. طبعا. واضح مولانا؟ لا، أنا لا أعترض على الإمام الحسين. لا 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 لا، أرد أبين الموقف مولانا. هذا كان محارب للحسين عليه السلام، كان ظالما للحسين يعني عليه السلام. الحسين في موقف من المواقف حتى استخدم الشتم مولاي في ابن رعية المعزة. يعني في كثير من الأماكن الإمام الحسين سلام الله عليه كان يسميهم، زينب سلام الله عليها، الإمام السجاد سلام الله عليه كان يقول له يا ابن سمية، يا ابن سمية. العرب تعرف مولانا، العرب قديما إذا أرجعوا أحدا إلى أمه، أي أنه غير معروف الأكل، يعني هذا يعني فد، بالأحرى أن نقول فد شتيمة، يعني سب، إهانة إلى يعني. فزينب كانت تتكلم معهم هذا الكلام، الإمام السجاد كان يتكلم معهم، حتى الإمام الحسين عليه السلام. بالإضافة إلى ذلك أن ثكلتك أمك نوع من الدعاء مثل اللعنة. الآن الجماعة يعترضون علينا، ليش تلعنون بويا؟ اللعن مو سب ولا شتم، إنما نوع من الدعاء. اللعن هو الطرد من الرحمة. الله عز وجل يقول أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله. قالوا اللاعنون هم ملائكة. نعم. فاحتج من احتج عليهم، عليهم لعنة الله والناس أجمعين ما مضمون. بارك الله فيكم. فالإمام الحسين سلام الله عليه في نفس الموقف، الحر كان على باطل، يعني كان ظالم، قطع الطريق وكان يعرف الحق لكن انحرف عن الحق، يعرف ويدري ويعلم، والإمام لم يشتم ولم يسب، استخدم الأدب مولانا، أراد أن يبين أن الإمام غير راض عليه وأن طريقه على غير حق. لماذا الإمام الحسين لما اهتدى الحر قال له أنت حر كما سمتك أمك، ثكلتك أمك، أنت حر كما سمتك أمك. سبحان ليش مولانا؟ أنا لا يعني بيني بين الله لم يكن قصدي الردع الإمام الحسين. لا طبعا مولانا، لكن إيضاح يعني المسألة أكثر. فالإمام الحسين سلام الله عليه، موقف الإمام الحسين في تلك اللحظة غير موقف الإمام الحسين عند هداية الحر، لأنه كان على باطل، كان يحارب الحسين عليه السلام وهو يعرف أن الحسين على حق. ويقول له أنا مجبر، في كلامه مع الإمام يقول له أنا مجبر بأمر من أمير الفلاني مثلا يزيد بن معاوية. الآن نصل إلى نقطة مهمة. نعم مولاي. وأرجو فيها أن يكون منك بصوتك الشجي، سلمكم الله، بنعيك الجميل، يحفظكم. نحن سنأخذ الغدر، عدم الغدر بالآخر. يا حبذا لو كان كلامكم يبدأ من الحسين وينتهي بغدر الكوفة بمسلم سلام الله عليه. إن شاء الله تعالى. طبعا مولاي، عدم الغدر صفة من صفات تجلى بها مسلم ابن عقيل، وحقيقة سلام مسلم ابن عقيل سلام الله عليه لما ضيفه هاني ابن عروة، دخل في بيت هاني ابن عروة طبعا، فدخل عبيد الله ابن زياد لعنة الله عليه، لعنة الله عليه، عبيد الله ابن زياد ابن أبي الحر، تكفيه الإشارة، أبوياه خمس آباء في ليلة واحدة، عنده إيد من صفحة ورجل من صفحة، هذا أحرى أن يقتل الحسين. مثل هيش ناس مو عجيب. مسألة علي، ما خلص. أبغضك إلا. نعم، الشيء واضح مولانا، واضح جدا وموثق، وحتى السنة هم يذكروها طبعا، حتى السنة يذكرون الرواية بغض علي بن أبي طالب، يقول أحد الخلفاء الأمويين يقول كنا نختبر أولادنا طهارتهم وعدم طهارتهم ببغضنا وحبنا ببغضهم وحبهم لعلي بن أبي طالب سلام الله، خليفة عباسي. الخليفة الأموي كان أيضا يقول عمر بن عبد العزيز. فهي قضية واضحة. فعبيد الله بن زياد لما يقتل الحسين ليس منه ببعيد. الحمد لله الذي طهرنا في الدنيا والآخرة بولاية علي. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب، ومن إن شاء الله ومن المروجين لهذه إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. فدخل مسلم بن عقيل، مسلم بطل، بطل مولانا، بطل، يعني كان من الذين تعلموا الحرب والقتال تحت يد عمه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه. أكرم به. فقال له، صار اتفاق بين هاني وبين مسلم ابن عقيل عليه السلام، قال له إذا دخل عبيد الله ابن زياد، هاني كان كبير مضحج، كبير عشيرة، وهذا إجاء خاطري يتفق يبرم معه اتفاق مع هاني، قال له سيدخل عبيد الله، فإذا دخل عبيد الله ابن زياد فاضربه وخلص العباد والبلاد منهم.
أضربه ضربة بضربة وقتله، وهذا خائن فاجر يعني متكبر على الله وعلى خلقه، متجبر على الله وعلى خلقه. دخل عبيد الله بن زياد وهاني انشغل بالكلام مع عبيد الله وينتظر خروج مسلم بن عقيل لكي يضرب. الله عليه. انتظر وانتظر وانتظر ولم يخرج مسلم. رجع عبيد الله خرج، لما خرج قال يا مسلم لماذا لم تضربه؟ قال سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن قيد الفتك، المؤمن لا يغدر، صح هو غادر هو عدو لكن ليس من شيمنا الغدر، لكنهم مولانا غدروا بمسلم بن عقيل. مولاي وإذا يصلي مسلم بن عقيل، بس أنا أرجو جد عندي وقت مولانا، عندي دقيقة. وقت دقيقة قليل مولانا دقيقتي. بارك الله فيكم بكم أكثر. يصلي صلاة المغرب يلتفت يجد القليل من الذين بايعوا بالآلاف من بعد صلاة العشاء ولم يجد أحدا، يخرج في أزقة الكوفة شوارعها، يشوف مرة بالباب تدخل وتخرج تدخل وتخرج وهي طوعة، يقولها أمة الله هل لك أن تسقيني شربة من الماء؟ ابن من يعني ابن ولد شبل من بني هاشم يقف عند الباب، تروح تجيب له ماي وتنطيه يشرب ماي، تدخل مولانا من تخرج تشوفه واقف بالباب، تقول له يا رجل لا تجلس عند باب داري، يقول مرة مرتين ثلاث قلت له يا رجل لا يحل لك الجلوس بباب داري، رجل صاحب غيرة صاحب حمية، وتقول له امرأة كذا، أما لك أهل أما لك عشيرة؟ يقول التفت فبكى مسلم، ماذا يقول لها؟ يقول لها يا وعين مستديرة أنا لا أهل عندي ولا عشير، عشير غريب الدار وأهلي بغير ديرة، أنا مسلم الفاجد نصيرة نصيرة ومثل حيرتي ما جرت حيرة. بارك الله فيك، تبركنا باسم مسلم بن عقيل. سلام الله عليه، سلام الله عليه، ورزقنا الله زيارته وشفاعته في الدنيا والآخرة. شكرا لكم سماحة الشيخ، وفقكم الله للرضا. الحلقة القادمة إن شاء الله ستكون أفضل وأفضل وأجمل، وكل يوم تزداد بركة وكل لحظة تزدادون بركة من الزهراء سلام الله عليها. إذن مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة الزهراء سلام الله عليها، كنا وإياكم ودرس من دروس كربلاء، إلى دروس قادمة نستودعكم حفظ الله وأمنه ورعايته.